السلام عليكم اخي، كيفك حالك؟ وعليكم السلام اخي معمر، كيف حالك؟ انا فلسطيني من لبنان، اجيت على منطقة انطاليا بليك وتعرفت على السيد معمر الان. شو رأيك ببلك بروبرتي؟ بلك روبرتي صدق اخلاص اماني، شغل كله واضح صريح. اشترينا بيت من شركة، التعامل كان جيد جدا، ما في لا لعب ولا زعبرة ولا نصب ولا احتيال زي ما بتحكي العالم. وبتشتري بيت هنا انت وبتسجلوا باسمك بالطابو بيوم واحد، بعدين كمان الاجراءات القانونية، بدك تاخذ اقامة، بدك تقعد وتتجول. فانا صار معي هيك وحبيت اوجه رسالة للناس. الاخ معمر يعني زي ما حكينا كمان صحيح بيساعدك بتسجيل البيت بالطاب وكذا، بس هو يعتبر كصديق يعني مستعد يخلص لك امورك كلها، الامور الثانيه وتسجيل البيت، الاقامه، دائره الاجانب، وبسهل لك الامور كلها مقابل ولا شيء. يعني تعتبره كصديق، اهم شيء انه صادق صادق ومكتبه معروف ببلك، واسال تسال الناس عنه كله. لمعمر حدا يسالنا احنا، لانه عندنا تجربه كبيره معه واخو صديق صار لنا معه. شكرا اخي.